نهائي كأس الجمهورية لصنف الأمال بين كل من جمعية وهران ومولودية وهران اللذان يلتقيان ولأول مرة في هذا الدور، ما جعل الندية والإثارة حاضرتين نظرا لامتلاكهما رصيد من المواهب الشابة. الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 18 محاولة خطيرة لصالح الجمعية داخل منطقة الجزاء لم تستغل بشكل أنسب. رد المولودية كان قاسيا، فريفر يفتتح باب التسجيل ليعود اللاعب بلال الذي استقبل كرة على طبق محولا إياها إلى هدف ثاني ألزم بها المأمورية على زملاء بالرملة، ليعلن حكم المباراة عن نهاية الشوط الأول بتفوق مولودية وهران بهدفين لصفر. الشوط الثاني فريفر يقذف كرة مرت جانبية على إطار مرمى الحارس الجمعية، ليعود نفس اللاعب في الدقيقة 65 معمقا جراح أصحاب اللون الأخضر بتسجيله الهدف الثالث. الدقيقة 71 رفقاء بن جلول يزيدون من ضغطهم داخل منطقة الجزاء، كادوا من خلالها أن يضاعفوا النتيجة. سعي الجمعية للتدارك الفارق النتيجة كان من خلال فرصة تألق من خلالها حارس المولودية، لتنتهي المباراة بتفوق أصحاب اللونين الأحمر والأبيض بثلاثة أهداف نظيفة، معانقين بذلك الكأس في فرحة دوت في المدرجات، فهنيئا لها وحظ موفق لجمعية وهران.